ازاي نبقى في ذاكره قصيره المدى وذاكره متوسطه المدى وذاكره طويله المدى. قصيره المدى بتاعه ال 24 ساعه عناوين وايدي كده بس عشان ايه يبقى مشغلين الحواس كلها. والاقلام الفسفوريه ادي الاخضر العناوين الرئيسيه، ادي الفسفوري الثاني العناوين الفرعيه. انا كان بيبقى عندي 5 امتحانات في سنوات من السنوات العظيمه، وعندي منهم 4 اولاد، وبامتحن في شهر 5 حقوق، وبامتحن اول 7 اعداد دعاء، وبامتحن 15 7 قراءات، وبامتحن 23 8 28 8 واخر 8 امتحان بتاع تمهيد الماجستير في سنه. وتعلمت من حد قال معلومه، حط العناوين الرئيسيه وبص على اللي تحتها وراجع. اول يوم 24 ساعه ذاكره قصيره المدى، تاني يوم بقت متوسطه المدى، بعد اسبوع داخله من المتوسطه خلاص لطويله المدى، بعد شهر خلاص انت جبت امتياز. وركزي مع نفسك كده، مقسمة دماغي، لأن دماغك عاملة زي الكاميرا، شفت اللي بيصوروا الكاميرا دي؟ هو دماغك لقطة كاميرا كده. ساعة ما بعمل كده أبص لقطة كاميرا، بصة تانية، بس أدي العناوين وأدي قفلت. كان بيقولوا إيه؟ الله مش عارفة الصبعة ماشية. كان في خط أحمر فوق وخدت نقطة تحت يعني كده، ماشي عيدي تاني. المهم إنك أنت مش سايبة وقتك. يُسأل عن 5 منها وقتي. انا مأنجزة، اعرف من البنات الحاليات اعرفهم واحسبهم ولا ازكيهم ولا ازكي على الله احد، اللهم بارك اللهم بارك، بياخدوا بالمهارات الاثنين والثلاثه في قلب الشهر. وكانوا بادئين تقول لك مش قادره يا دكتور، والله بنام، اصل باين عندي نقص فيتامين د، فانا مشكلتي كبيره جدا فمش قادره اركز. اشتغلت على نفسها لان كله بالتدريب، ودي مهاره. عارفه مهاره يعني ايه؟ زي لبس الطرحه. شوفي اول مين يوم لابسه حجاب بتعمل ايه؟ المرايه قدامك والدبوس الناحيه دي وكده، او اول يوم بتعلمي سواقه بصه تحت، اقول لك ارفعي راسك وانت بصه تحت، هو كده. بعد كده خلاص انت سايقه وايدك عامله وبتاع، ولو حد عمل من العيال بتلطق يعني الدنيا هيصه، هو كده. فالمهاره احنا نفرح سهل اكتسابها، بس تشتغل على نفسك صح. اللي نجحت واللي خدت واللي تميزت واللي قالت واللي لها بصمه في الحياه اسمك ايه؟ روبان، يعني جات في حظي روبان. يا روبان انت فين؟ انا هنا اهو. قال لا ايه الدليل؟ ادي الاثر. روبان متفوقه الصالحه التقيه، ما شاء الله البسامه، ما شاء الله اللي كانت مفيده، اللي في اثر. لكن نعدي كده ريشه في مهب الريح، شكرا. ايه ده؟ جات وعام، كان فين؟ كان هنا، ما نعرفش. ده مش معناه، اسمعوا عشان في خط فاصل، ده مش معناه ان انا لازم اكون البرفكت المميز اللي كده. انا بسعى وباخد بالاسباب، وهي طاقات، حد يقدر يجيب كذا، حد يقدر يستمر. الوصول سهل، لكن المحافظه على المستوى ان انت دايما في الطب هو اللي محتاج مجهود. يبقى اول محور بسرعه كده، المحور ايه؟ التعليم. انا حاطه هدف ومعايا خطه وتنظيم وقت، وابقى جريئه يا بنات واقول لها لا مش ايه، عايزه اسمع، لا مش ايه، مش فاضيه، مش مناسبني، تمام كده؟